للسيد بابوري كرئيس مدير عام لمجمع إيميتال، اللي نعتبروه كأهم مجمع في القطاع، لأنه يقوم أولا بعدد العمال اللي موجودين في هذا المجمع، وثانيا بالمهام اللي يقوم فيها بقطاع الحديد والصلب. كما تعرفون هذه الفترة الأخيرة القطاع هذا كان من القطاعات اللي السلطة العليا تهتم بتطويرها. الشركات اللي موجودة في هذا القطاع كلها شركات مهمة، ولكن في خلل من شركة إلى أخرى في توازن في التسيير بالأخص في المانجمنت، وهذه ستكون لكم أول مهمة لإعادة النظر في أولا تركيبة كل ما هو الكونسي دادمينستراسيون المجالس الإدارة، لأنهم ما نعممش لازم يكونوا مجالس إدارة دهنيا تاع يكون عضو في مجلس إدارة لأجل جوتون دو بريزونس، خلاص لازم الإخوان اللي يكونوا شركاء في هذا الكونسي دادمينستراسيون يكونوا يعني مهتمين بالعمل تاعهم ويعرفوا بأنهم مسؤولين بينالمون اي سيفيلمون. وحنا رانا عازمين في الوزارة وفي القطاع هذا باش نطلب من كل مجلس إدارة أولا تعاود الهيكلة نتاعو، ثانيا متابعة نتاع مجالس الإدارة والأعمال اللي تقدمها للشركات اللي يكونوا موجودين فيها.